رح نحكي عن أهمية البيئة المستقرة الأسرية الواعية يلي بتخلق بيئة نفسية ملائمة للنمو الجسدي والنفسي عند الطفل، ولأنه أي شيء نحن ممكن نزرعه عند أولادنا من الصغر أكيد رح ينعكس بشكل كبير على حياتهم، على شخصياتهم، على سلوكياتهم بالمستقبل. فأدل الأهل دور كبير ومسؤولية كبيرة تجاه أولادهم بتنشئتهم تنشئة صحيحة وتربيتهم يمكن نور بطريقة تخليهم أكثر تأقلم مع الظروف المحيطة فينا، إن كانت مشاكل، مواقف، كل هذا الشيء كرمال ما يتأثر الحالة النفسية عند الطفل. أكيد، ويمكن اليوم مع تطور العصر والتكنولوجيا هي المسؤولية زادت أكيد. اليوم على الأهل، لأنه مش فقط الأهل اللي بيربوا الطفل، اليوم في عدة وسائل بتشارك، إن كان المدرسة، اليوم الإنترنت عم يفوت لجميع تفاصيل حياة الطفل. ومثل ما الأهالي بيرعوا الصحة الجسدية بيهتموا بأكل الطفل لحتى يكون فعليا بجسم سليم، الصحة النفسية إلى دور كبير في تنشئ الطفل سليم اليوم، خصوصا نحن في سوريا يمكن هايدي 10 سنوات من الحرب، يمكن الطفل اليوم أو جيل اليوم مر بظروف صعبة واستثنائية، فقدش فعليا في طرق مهمة ممكن نحكي عنها مع أخصائيين لنتعلم أهم الطرق الصحيحة للصحة النفسية للأطفال. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا لينات يوسف، اختصاصية تربوية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك لينات، أهلا وسهلا فيك. بداية لينات، يعني نحن لما نقول صحة نفسية ما فينا ما نذكر أنه شيء كتير مهم أنه الأهل يكونوا عندهم وعي وانتباه بهذا الموضوع، لأنه بتلاحظي أنه أغلبية الأهالي بيركزوا فقط على الصحة الجسدية لعند الطفل، بينما الصحة النفسية ممكن تكون هي المراية اللي بتعكس مكنونات الطفل، بتعكس مشاعره، كل شيء ممكن يحس فيه بالوسط المحيط. خلينا بداية نعطي تعريف عن الصحة النفسية عند الطفل. صحت صباحكم أكيد. هلا نحن وقت نحكي عن الصحة النفسية بالبداية نقول إنه ما في عنا شيء مطلق. يعني أحيانا نحن بيكون عنا صحة نفسية بس بيكون نتمتع فيها بنسبة 60%، أحيانا نتمتع فيها بنسبة 80%، أحيانا بنسبة 20%. صحيح، هاي بالبداية. لكن شو هو تعريف الصحة النفسية؟ هو قدرة الإنسان على الشعور بالسعادة، القدرة على خلق علاقات طيبة وصادقة مع الآخرين، القدرة على إنه يرجع لحياته الطبيعية بعد ما يتعرض لأي أزمة أو لأي صدمة أو لأي مشكلة بالحياة. طبعاً أنا هون ما عم أقول إنه هي الخلود تام من المرض، هي يعني إنه الإنسان يكون قادر على التكيف الذاتي والاجتماعي مع الآخرين ويحس بالحيوية، بالاستقرار، بالسعادة بالحياة ويحسس الآخرين فيها. بس كل النقاط اللي ذكرتيها، أهمية الصحة النفسية وكيف الشخص ممكن يكون سليم ولديه صحة نفسية سليمة، عم يعني نحكي عن الشخص البالغ، إنه هو أساساً بيتكيف مع الظروف الحياتية، كيف ممكن فعلياً يتلقى الصدمات. خلينا نبلش من الأساس، من الطفل، يعني فعلياً لا يوصل لهي مرحلة للصحة النفسية في عدة عوامل طبعاً. اليوم بتأثر على شخصيته من البداية للطفل. كيف فعليا الأهل اليوم بيقدروا يأمنوا الصحة النفسية السليمة للطفل؟ يعني نحن بنعرف في كتير أهالي مثلا بتهتم بالغذاء، باللباس، الرعاية مش فقط تقديم الطعام واللباس وأنا حطه مثلا بمدرسة كويسة، لا، أو روضة كويسة. اليوم في كتير عوامل بتأثر بتربية وشخصية الطفل. يمكن ذكرت بالمقدمة جيل اليوم، يعني الأطفالنا اليوم يمكن 10 سنوات من الحرب كمان خلقت لهم ظروف استثنائية خاصة، يعني ما عم نحكي نحن عن بيئة عادية منطقية، اليوم عم نحكي عن بيئة مختلفة نوعا ما. هلا نحن بما انه كنا عم نحكي انه نحن بنهتم كثير بالصحه الجسديه، ما بيكون عندي صحه جسديه اذا ما كان عندي صحه نفسيه. هي شغله لازم يفهموها كل الاهالي ويعرفوا انه هي اساس للصحه الجسديه بالنهايه. في عندي انا بالبدايه بنقول نحن اهم شيء انه يكون عم يقدم لي الحمايه والرعايه، الحمايه قبل الطعام والشراب، هسه حمايه ورعايه بعدين بنفوت على الطعام والاكل والغذاء والتربيه السليمه واللبس الحلو من هالقصص. بس في عندي شيء اسمه التوازن بالتربيه. التوازن بالتربيه يعني بيكون عندي شريكين، الرجل والمرأة، متفقين على تربية هذا الطفل. يعني النمو نحن ما بدنا نكون نيناتنا عم نتنافس مين بيرضي أكتر، مين بيرضي أسرع، مين بينفذ له أوامره أسرع، ولا بدي يكون أنا عم بعمل إهمال أني أنا آخر همي هو، آخر همي وصله الشيء اللي بده إياه أو لا. عندي عنف، عندي قسوة، عندي أسلوب كتير صعب بالتعامل. أنا بدي يكون متوازنة، يعني وقت الغلط بقول له هذا غلط، بدنا نوقف عنه ونشرح ليش هذا غلط ونفسر ليش هذا غلط وشو أبعاده وليش ليش أنا خايفة عليك من المجتمع. أنت إذا بدك تضلك هيك هذا بيأثر عليك، بيأثر عليك بحياتك، تفاصيل تفاصيل تفاصيل. وبدي أقول له ليش أنت بدك تختار الشيء المنيح، ليش أنت لازم تتصرف صح.
يعني مو انا كل شيء عندي ايه ماما اوكي، ولا كل شيء عندي ايه بدي، لا يعني لا اسلوب متساهل ولا اسلوب مهمل ولا اسلوب دلال زايد. يعني ممكن من المشاكل يلي بتظهر نتيجة الصحة النفسية عند الأطفال أنه نحن بنشوف بعض الأطفال عندهم اضطرابات عديدة، اضطراب ممكن بالتواصل، بالتعلم، بكثير من الأمور يلي فعلاً ممكن تأثر على حياتهم وتعيق كثير من الأمور بالحياة. خلينا نعطي أمثلة اليوم كيف ممكن نشرح أكثر الاضطرابات يلي ممكن تصيب الأطفال وبأي عمر ممكن. للأسف في عنا كثير اضطرابات، واضطرابات شائعة يعني هلأ موجودة عنا، وهي أكثر الشائعة كثير كثير موجودة. نبلش بالتدرج بالاشياء الاكثر بتكون موجوده بالسن المبكر. عندنا فرط النشاط ونقص الانتباه كثير بيكون موجود عند الاطفال، ببلش عندنا من السنتين هيك للسنين الابتدائيه. في عندنا اضطراب العاطفه المزاجيه، يعني انا في عندي ببلش عندي من سن العشر سنين تقريبا ل 12 سنه، بهدول السنتين بيخرب الدنيا الصبي والبنت، يوم بيحبني يوم بيكرهني، بصير عم يتعامل معي على اساس العاطفه على اساس المزاجيه تبعه. عندي اضطرابات النوم، هي بتصير اكثر شيء وقت اللي بيكون عندي طفل عم بيعاني من قلق، من خوف، من توتر. طب اضطرابات لاقرا عمرا، يعني نحن عم نحكي السنوات الاولى. السنوات الاولى تمام. عندي اول شيء مثل ما قلت لك فرط النشاط، عندي قلق النوم، اضطرابات النوم بتصير وقت اللي انت بتكوني يعني احيانا الام بتخوف ابنها او بتعامله باسلوب كثير قسوي، او الاب او بيكون حاطتيه عن مقدم رعايه بيكون اذيه نفسيا، يعني مخوفه معيط عليه. نحن بنفكر انه هي كلمات بتمرق هيك، اي ماشي لازم نوقف عند التصرفات معينه، لازم نحن ننبه، لازم نحن نوبخ احيانا، بس احيانا اسلوب الطريقه للصريخ هذا كثير بياثر نفسيه الطفل. وبنلاحظ بلش عنده اضطرابات نوم. في عندي اضطرابات ثانيه، فيني اقول مثلا في عندي اضطرابات بالاكل، اضطرابات الحاله المزاجيه بشكل عام. بلاقيه انه صار منزوي، صار عم يكرر حركات معينه، بلاقي عنده هو اضطرابات مثلا هو اذا انا هو مرتب غراضه بشكل او بطريقه معينه، اذا انا خالفت الترتيب او اذا انا شلت غرض من غرض بصير عندي ثوره بالبيت، انه انا بصير قدامي حدا كثير كثير منفعل وعم بيعاني من صريخ وعياط وانا ما بقدر اوقفه هون. يعني من خلال هذا الاضطراب او من خلال هاي التصرفات بكتشف انه في عنده مشكله نفسيه. طيب خلينا نحكي، يمكن ذكرت ببداية حديثك عن الصحة النفسية السليمة، البيئة المحيطة قديش بتأثر على الصحة النفسية، ومنها تأمين مثل ما قلنا الحماية، الأمان للطفل. في نحن للأسف بمجتمعاتنا شيء كتير يعني منتشر إنه تأديب الطفل قدام الناس أو المشاركة بتأديب الطفل، يعني ممكن مثلا الجد، الست، الخال، العمة، مع أنه بسنوات الأولى لازم تكوني أنت مصدر الأمان يعني للطفل كأب وأم. هاي النقطة كتير مهمة إذا بدنا نحكي عنها من خلال قديش بتأثر على نفسية الطفل، يعني مثلا إنه هيدا الطفل طفلي، يعني أنا ممكن أعلمه الصح والخطأ. بتشوفي لا في عدة عوامل اليوم، أو حدا بيتدخل بهي التفاصيل، أو ممكن يأدبوه قدام العيلة كمان قديش ممكن تأثر على نفسيته. تماما مثل ما ذكرتي حضرتك انه هنا بكثير اوقات نحن في عنا عم نعيش غالبا يعني بالاسره الممتده، الاسره الممتده دائما بيكون في علاقه للاب والام والجد والعم والخاله على عيني وراسي. بس في هلا بغض النظر عن ظروف الحرب، هن بفكروا لانه في عوائل عايشه مع بعضها، يعني اكثر من عوائل تماما، بفكروا انه هذا حب، بفكروا انه هذا دلال. اكيد ما حد رح يحب الطفل قد اهله، بس نحن مثل ما ذكرتي انه هلا ظروف الحرب ما خلت تقريبا يعني نسبه ضئيله كثير عم بتعاني من صحه نفسيه تامه. يعني هلا الابوين هن بحاجه ارشاد وتوعيه قبل الاطفال. لهيك نحن وقت بدنا نعامل اطفالنا بطريقه صحيحه او نوصلهم لبر الامان، مو غلط نحن نتبع دورات، مو غلط نحن نعالج حالنا بالاول، لانه اكيد مو كلياتنا اصحاء نفسيين. وكمان بنفس الوقت تأديب طفل هي تعليم طفل اكثر من تاديبه. تماما يعني انا عم قدمه، ما انت بدك تعلمه بالاخير ليعرف شو هو الادب والاخلاق. تمام تمام لينات، يعني اليوم نحن ما بنقدر نحط المسؤوليه كامله على الاهالي، اليوم كمان للمدرسه في مسؤوليه كثير كبيره تجاه الموضوع. بتلاقي بعض الاطفال ممكن يتعرضوا لكثير من المشاكل بسببها، يتعرضوا للتنمر طبعاً من رفقاتهم، من مدرسينهم، من المدرسه بشكل عام. خلينا نوضحها هون شو دور المدرسة تجاه أهمية الصحة النفسية عند الأطفال، وإذا فينا نخصص الأخصائيين التربويين موجودين. طبعاً هلأ نحن في عنا شركاء دائماً هن المسؤولين
مسؤولين عن الصحة النفسية للطفل، بما أنه أنا ابني عايش بمجتمع، إذن هذا المجتمع كله مسؤول عن هذا الطفل. يعني منبلش من البداية، أنا الأسرة هي مسؤولة، تمام، الأب والأم مقدم الرعاية، ممكن تكون مربية الأطفال، ممكن يكونوا حتى الأشخاص الموجودين عندي بالعائلة. إذا أنا عندي مستضيفة أشخاص آخرين بالأسرة، هني كمان مسؤولين. انتهينا من هون، رحنا على المدرسة. المدرسة أنا في عندي الموجهين التربويين، أنا القصة ما بتوقف عند المعلم، صح المعلم على عيني وراسي، هو موجه الصف وقائد الصف وهو عم يدير حركة الصف وعم يعطيني التربية والتدريب للطفل، لكن بكتير أوقات بتكون المدير أو الأخصائيين الموجودين بالمدرسة كمان هني إلهم دور، لهيك نحن لازم يتبعوا هي الدورات. وكتير أوقات وقت اللي نحن بنحاول أو بنلاقي حالنا نحن ضعيفين بالقدرة على التماشي مع الطفل أو لحتى نوصله لبر الأمان بالصحة النفسية السليمة، مو غلط إنه نستعين بالأخصائيين، لأنه هني أكيد عندهم القدرات الأكبر. طيب الطفل اللي بيعاني من مثلا ضعف شخصية، ما بيقدر يدافع عن حاله بسنواته الأولى، هيدا اضطراب شو بيكون سببه؟ يعني هلأ بتشوفي أغلب الأطفال مثلا بتلاقيهم خجولين، أو يمكن بالبيت مختلفين تماما عن خارج البيت بطريقة التعامل، ما بيقدروا يدافعوا عن حالهم أو ما بيقدروا فعليا يعبروا بشكل صحيح، هذا بيكون منشأ اضطراب من البداية مع الطفل. تمام. هلا هون بيكون يا اما هو كثير الطفل بهي الحاله متعود انه الام هي اللي تدافع عنه، الام هي اللي تبادر، هي ما بتكون معودته انه انت خذ زمام المبادره باي موضوع إن كان، ما بتقدر انت ترد ب، مو قصدي قله ادب، لا، بس انه حدا سالك سؤال انا بدي اجاوب. قد ايه عمره ابنك؟ هو عمره 5 سنين. لا، خليه هو يجرب يجاوب، خليه هو يجرب يتفاعل. هون بتكون الاهل فعلا مثل ما ذكرتي انه هي هن اللي بيكونوا المصدر، واحيانا بيكون التوبيخ الزايد انه كل ما حكى كلمه خلص سكوت، ما بدي اسمع صوتك ولا نفس، بحس انه هو بقله ال يعني قله الثقه بنفسه، ما عاد يسترجي يقول الكلمه لانه بفكر دائما انا غلط، دائما انا غلط. وهي الشغله كثير عم بيعانوا منها هلا يا حرام بالمدارس، بتلاقي الطفل حافظ وكل شيء، دارس دروسه وعامل، بتساليه ما عاد يعرف يجاوب لانه هو اصلا بالبيت متعود انه كل شيء بيقوله غلط. تمام. طيب خلينا نحكي بشكل موسع اكثر عن مرحله المراهقه، تعتبر مرحله كثير حساسه تجاه هذا الموضوع. الطفل يمكن بهي المرحله بيتعرض لكثير من المشاعر، كثير من التغيرات اللي ممكن فعلا تاثر على حالته النفسيه. بنلاقي ممكن بعض الاطفال بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم، عن الشيء اللي زعجهم، عن الشيء اللي تعرضوا له، لكن بنفس الوقت في اشخاص انطوائيين ممكن يتعايشوا مع الزعل او الحاله النفسيه لحالهم. قد ايه مهم اليوم نحن نتقرب من هذول الأطفال خصوصا بهي المرحلة العمرية؟ تمام. هلا كثير ضروري نتقرب منهم، بس نحن هم نحاول نلاحظ الفروقات الفرديه بتكون موجوده عند الاشخاص. رب العالمين عاطيني انا ذكاء من نوع معين والثاني عاطي ذكاء من نوع معين، ممكن يكون في عندي ابني عنده الذكاء العاطفي، قادر انه يفرغ المشاعر، قادر انه يتجاوز المشاعر، قادر انه يتجاوز المشكله، قادر انه يطلع من حاله لحاله، هذا نحن بنقول له ذكاء عاطفي. بينما اذا ما كان عندي انا هذا الشيء، ليش ما بدربه عليه؟ شيء كتير حلو انه ايه ماشي ماما، بنتعرض احيانا لفشل، بنتعرض لزعل، بنتعرض لاخفاق، مو ما انتهت الدنيا. حتى الرسوب هلا نحن اذا انتبهتي قديش بصير في عنا حالات بهالفتره. طبعا نحن بنحكي عن الصف التاسع والبكالوريا، هن يعتبروا مراهقين بانهم تحت 18، فنحن بنقول انه قديش هلا في شبابنا وصبايا تبعنا عم بيعانوا من قلق وخوف ورهاب من الامتحان، الرهاب تبع الامتحان، حتى الكلمات الصغيره صايره بتضايقهم، تنمر انه هلا بتقولي لي ايه هذا اسلوب جديد ومنين طلعتوا لنا فيه ومن زمان، لا لا ما هو من زمان، من زمان العالم عم بتعاني، ومن زمان في عالم عم تتضايق، ومن زمان في عالم عم بتعبر بطريقه انه بتنطوي، بتنزوي، ما بقى تعرف تحكي، بتخاف، هلا وصلت للانتحار يعني هلا، لانه صارت انه عم توصل لمراحل كثير كبيره لحتى نحن اتطرقنا لها. لكن هي موجوده، حلو نحن نعرف شو مشكله ابننا، واذا ما كان عنده هذا النوع من الذكاء، حتى اذا انا ما كان عندي اياه، اني اتقبل الخساره، اتقبل الضعف، اتقبل الانكسار مرات لحتى اتعلم، لحتى هو يتعلم. طيب بالختام هيك لو نصائح سريعه بالسنوات الاولى للطفل، انا ايمت فيني فعليا اي بعد ال4 سنوات خوض معه بهي التفاصيل والحوار فعليا لعلمه كل المفاهيم المحيطه الصحيحه ليكون فعليا هو سليم نفسيا؟ لكون صادقه معك فيك تبلشي من 3 سنين حتى، لانه هو قدامك مراقب مثل ما نحن حكينا وذكرنا قبل، انه هو قدامك عم يراقبك، عم يقلدك، عم يتصرف مثلك. حتى اذا نحن مثلا قدام الطفل مره زلل سعنا وتعرضنا لنوع من انواع خلينا نقول الكذب، بصير هو بده يكذب ويعتبر انه هذا الشيء كثير حلو. بينما انت اول مره حكيتيه وناقشتيه بيكون عم تناقشيه بلعبته، ممكن بورقه، بالرسمه، بالقلم، باللون اللي بده يلبسه، بالبنطلون، بالشوز اللي بده يلبسه، انه ليش بدك هذا، ليش مو هذا، ليش بدنا نعمل هيك، ليش حابب تروح لعند تيتا، ليش بتحب جده اكثر. من هون بتبلشي معه انت انه ياخذ ويعطي،
ما يخاف منك، ما يخاف انه يحكي لك، ما يخاف انه يشرح، ما يخاف انه يتعلم حتى. يعني بالختام لينات، حاولتي تركزي لنا على النقاط المهمه حول هذا الموضوع، انه التربيه الصحيحه هي يلي بتحدد اذا نحن متوازنه طفل سوي صحي نفسيا او ممكن يكون عنده مشاكل وضغوطات نفسيه. بدنا نشكرك كثير، نشكر وجودك معنا. شكرا لكم. اكيد نتمنى الصحه والسلامه النفسيه لكل الناس وخصوصا اطفالنا. بدنا نشكرك بالختام، شكرا كثير لك.